سميرة على راديو دوزام. صباح الخير، مرحبا بكم مستمعي راديو دوزام، مرحبا بكم في كل وقت معنا الأولى في الأسبوع، دائما بصحبة سينابي العياشي. صباح النور. صباح الخير سميرة، وصباح الخير سادة المستمعين، وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله للجميع. إن شاء الله. كيف داير الأحوال؟ الحمد لله مع هذه الأجواء المتقلبة ديال البردية كذا، وفات الصاد ما فهمنا شيء. على أي غادي نتكلموا كثير على المناعة ديالنا في هذا الأسبوع. نعم. وغادي نخصوا حلقة ديال كل وقت معنا للمناعة وكيفاش نقويوا المناعة. نعم. في نهاية هذا الأسبوع، لكن قبل من ذلك اختارنا لكم اليوم واحد المادة عزيزة علينا، موجودة في كل الموائد المغربية، هي الكمون. الكمون عشبة تترافقنا منين حنا صغار، منين حنا بيبي، لأن تيستعملوا الأمة هاد الكمون الصوفي. نعم. لتهدئة هذوك المغص ديال الدراري الصغار. نعم. تنكبروا بها في الأكلات ديالنا، كذلك في التداوي بالأعشاب ديالنا. الكمون هو عشبة عندها فوائد كثيرة، غادي نتعرفوا عليها معك سينابي العياشي اليوم، وبغينا نتعرفوا كذلك إلا كاينة دي كونتر انديكاسيون للكمون. نعم. صحيح أن الكمون هو تيدخل في الخانة ديال الأعشاب ولا الخانة ديال المنسمات، اللي هي مشهورة وطنيا مغربيا ومشهورة حتى عالميا، ولكن أنا اللي بتبقى فيها الحال من جهة ديال الأعشاب والمنسمات هو أننا سبحنا تنفقدوا هذا الاستعمال ديال الكمون. سبحنا يعني جاو دي زيبيس اللي عوضوا نسبيا، وخا بشكل ماشي بشكل كلي الحمد لله، عوضوا نسبيا للاسف استعمال الكمون. هنا نقدروا نهضروا على الصوجة مثلا، نقدروا نهضروا على مجموعه ديال ليزيبيس الاخرين الشرقيه. انا ماشي ضد، ولكن غير ما تكونش على حساب الكمون. لماذا؟ لان كيف ما شرتي ان الكمون هو تيدخل في الخانه ديال مجموعه ديال الاغذيه اللي هي كانت حاضره في النظام الغذائي المغربي، كانت تؤخذ كوقايه اولا من اجل الوقايه، وثانيا كانت تؤخذ في علاج بعض المشاكل الطفيفه اللي على مستوى الجهاز الهضمي. وهنا ملي تنشوفوا حتى ان العادات الغذائيه المغربيه دائما مجموعه من الاطباق يوجد فيها ويستعمل فيها الكمون. هنا يعني هذه دائما انا تنقول ان العادات الغذائيه المغربيه ما جاتش غير هكاك، هناك علاقه وطيده وهناك علاقه مباشره ما بين هذيك ما يعرف بالمج، ما بين الاغذيه، ما بين الغذاء وغذاء، ولا ما بين عشبه وغذاء، ولا ما بين هو. تنشوفوا الكمون نتجيو نطرحوا السؤال، الكمون فين كان تيتخاد؟ يعني نعطي وانا نعطي امثله بسيطه جدا وغنقول لك علاش كانوا تيديروا. يعني من انا ملي توصل تتهضر بالجانب العلمي، راه كيما قلت لك اختي سميره تتوقف تتقول كيفاش هاد الناس هادو واش هما كانوا قاريين داكشي، واش داكشي جاهم من عند سيدي ربي، ما عارف داكشي غريب سبحان الله. اكيد داكشي الله سبحانه وتعالى تعطي لهم. فقلت ان يعني الكمون فين كانت تستعمل؟ اولا ملي تناكلوا البيض تنزيدوا الكمون، منين تنديروا البصاره مثلا تنديروا فيها الكمون، منين تنديروا الشوى تنديروا الكمون. نعم. ناخذوا حنا غير ثلاثة الامثله وغادي نشوفوا علاش وماذا يضيفه ماذا يضيفه الكمون لهاد الاكلات. شنو هي الاضافه اللي غيضيفها الكمون؟ فمنين تناخذوا القاسم المشترك اللي كاين ما بين البيض، ما بين البصاره، وما بين الشوى، شنو هما؟ هما ان ثلاث اغذيه تحتوي كلها على بروتينات. هي البروتينات كاين في البيض وكاين في البصاره وكاين في اللحم، بالاضافه كذلك الى البصاره فيها النشويات، والبيض واللحم فيه الدهنيات كيف ما شفتي. فاشنو هو القاسم المشترك؟ البيصاره زيت البلديه. نعم صح. اشنو هو القاسم المشترك بيناتهم؟ هما انها اغذيه صعيبه في الهضم ديالها، اغذيه الهضم ديالها تيتطلب ساعات وساعات. راه باش نهضم بيضه خصني ما بين 3 حتى 4 ساعات. إيه. بيضه واحده. علاش؟ لان فيها الدهنيات وفيها البروتينات اللي هي صعبه، البروتينات هي اصعب شيء في الهضم ديالو. ملي تنجيو نهضروا على الشوى كذلك، اللحم، اللحوم بشكل عام هي تحتوي على نسبه مهمه من البروتينات ومن الدهنيات، كذلك يعني البصره او القطاني بشكل عام تحتوي على نسبه مهمه من البروتينات. ما هو الدور الاهم الذي يقوم به الكمون داخل جسم الانسان؟ هو انه يسهل عمليه الهضم. كيف؟ بإفراز، يساعد على إفراز أنزيمات التي تساعد على عملية الهضم. شوف كيفاش أن إدخال هاد الناس هادو دخلوا الكمون في هاد الأغذية من أجل تسهيل عملية الهضم. علاش ما دخلوش أمور أخرى؟ يعني هذه أمور ما جاتش فقط
اعتباطيا، ما جاتش غير هكاك بطريقه اوازار كما تنقولوا، لا مع العلم ان اضافه جو سي با القرفه غادي تكون هي جديده ولا سكين كبير، لا الكمون الكمون يعني الكمون سواء كان حبوب او كان مطحون يعني يعتبر من بين الاغذيه. علاش؟ هو ملي تيكون عندك الحريق على مستوى المعده كيف ما شرتي في المقدمه ديالك، او تيكون عندنا بعض الامور، يعني يؤخذ الكمون لانه يساعد على علاج بعض المشاكل على مستوى المعده، وخصوصا ملي تكون هناك بعض شويه ديال الحريق ولا الانسان كلا شي حاجه تنقولوا ما جاتش معاه، تياخذ معلقه الكمون الى اخره. فالتناول ديال الكمون واحد المساله خاص الناس يعرفوها، لان بعض الاحيان التناول ديال بعض الناس يسمعوا بعض الفوائد وتبقاو تيتناولوها تياخذ معلقه. دابا غير يسمعونا مثلا هضرنا على الكمون، ربما يدخل الدار ياخذ شويه ديال الكمون مع شي حاجه ويحبس، لا، باش يعطي فائده، باش يكون عنده دور ايجابي، يجب ان يؤخذ بشكل يومي. يعني دائما غيكون حاضر معنا الكمون. نعطيك مثال بسيط جدا، انا من بين الامور اللي تتعجبني ناخذ بها الكمون واللي الجبن تتسطيني، لا في الخبز، الخبز نعم نعم، الخبز بالكمون يعني شيء واحد المذاق تيولي فيه عجيب جدا، خصوصا الخبز ديال الشعير. نعم، الخبز ديال الشعير والخبز بالنخاله، ودير فيه الكمون، لا دائما غاديفش الملح في هذه الحاله هذه، لان الكمون غادي يعطي هذاك هذا، وتتولي عندك رغبه تقدر تاكل هذاك الخبز بوحدو ولا غير هو، تيكون بنين، تيكون واحد المذاق عجيب سبحان الله. فاضافه الكمون خاصو يضاف الجميع، هو يعتبر كذلك من بين الاعشاب اللي هي فاتحه للشهيه، لان هذيك الرائحه القويه ديالو تتفتح الشهيه. فبالنسبه للاطفال مثلا نضيفوا شويه الكمون في الحساء، ونضيفوا شويه الكمون في السلاد، ولا نطيبوا في الكمون. يعني بطبيعه الحال حنا عارفين ان ملي تيطيب تيتحرق ما تيبقاش عنده نفس هذاك. وراه هذاك الشيء بغيت نسولك استاذ نبيل عياش، لان كاين بزاف ديال الاكلات المغربيه تنطيبوهم بالكمون. واش فاش تيطيب الكمون ما تيفقدش كل يعني المنافع ديالو؟ بحال تيفقد واحد النسبه ديال المنافع، دايوغ حتى الريحه ملي تيطيب ما تتبقاش هذيك الريحه يعني عاطيه بزاف، تبقى ريحه تنبات مزيان. فهو نطيبوا به، ماشي هذا ماشي نقطه اللي هي يعني خايبه، يعني تنفع في الطياب بطبيعه الحال. بطبيعه الحال يعني ممكن اضافته حتى في المرق، ممكن اضافته في الطاجين يعني لهذا الكمون، ولكن ننساليو ما فيها باس ان نضيفوا شويه الكمون من فوق ديال طري. نعم طري من فوق ديال 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 الطبق، ولا من فوق ديال الشلاضه، ولا خصنا غير فقط نولفوا، لان الكمون خاصو يدخل سهل يتولف الجديد. نعم، وخاصو يدخل في العادات الغذائيه ديالنا. علاش؟ لان للاسف ان الان ولاو عندنا بزاف ديال الامور اللي هي مضره بالنسبه للمعده ديالنا، فعلى الاقل اذا دخلنا بشكل يومي واحد المكونات غذائيه ولا بعض الاغذيه اللي غادي تساهم واللي غادي تساعد باش انه تعاونها وباش اننا تقينا من مجموعه ديال المشاكل، غادي نكونوا قربنا نديروا واحد التوازن. فماشي غير اننا نعطيو اغذيه اللي هي تسبب امراض، والاغذيه اللي هي تقي واللي تتنفع غالب الاحيان اننا تنبعدوا عليها. لهذا فالكمون هو لا يؤخذ من اجل السعرات الحراريه ولا من اجل الاغذيه كغذاء، ولكن يؤخذ من اجل المنافع اللي فيه، خصوصا كيف ما قلت على مستوى الجهاز الهضمي، على مستوى عمليه الهضم، لان المشاكل الان ديال الجهاز الهضمي مشاكل الكل يعاني منها، الاغلبيه ديال الناس تعاني من مشاكل ديال الجهاز الهضمي. نكونوا عمليين سي نبيل عياشي، تعرف بان الكمون كاين سيدات اللي تيشريوه هكاك مطحون، او كاينين سيدات تيشريو حبوب تيحمصوه تينشفوه وعاد تيطحنوه. نعم. شنو الطريقه الافضل بالنسبه ليك؟ من الافضل انهم يطحنوه في البيوت ديالهم، ياك التحمار ديالهم يطحنوه غير الكيمياء اللي هما محتاجين، ما يبقاش مده طويله، لان هو فيه زيوت يمكن لا تمشي الا ما كانش مسدود عليه مزيان، ولا ما كانش محتفظ به مزيان. فمن الافضل انهم يشريوا الكميه، يمكنهم يشريوا كميه كثيره ماشي مشكل، ولكن يطحنوا الكميه اللي غادي يحتاجوا. فانا ما عرفتش، انا ما عرفتش واش مساله نفسيه ولا يمكن تشاطريني الراي، انا تيعجبني تطحن الكمون مره في السيمانه في الدار، ديك الريحه اللي تيطلق الكمون صحيح. تتشمها بحال تتولي مبليبيه، خصك تشم ديك الريحه، واحد الريحه عجيبه بشكل سي غي كونفورتون. فوالا اكزاكتومون اكزاكتومون، ديالنا تيجيبو الكمون. دونك فتخيل ان يعني غيجي عندك وليد مثلا غيدخل من البيت داخل، هو شم ريحه الكمون ماشي هو شم ريحه الفلفله تتقلى في الزيت، كاين فرق واضح. واحسن طريقه كيف ما قلتي باش نتناولوا الكمون يوميا هي نتناولوه في الخبز، نعجنوا به الخبز ديالنا. غادي نعطي لا سمحتي سي نبيل عياشي قبل ما نعطي الوصفه، الفرق ما بين الكمون الصوفي، الكمون البلدي، الكمون الرومي. هناك فرق اكيد، ان كاين هناك فرق، ولكن الناس غير ياخذوا الكمون كيف ما كان، غير ياخذوا الكمون احسن من انهم ما ياخذوش في مره. واضح. انا غادي نسول السيدات اللي تسمعونا اليوم على كل وسمعان، واش باقي عندهم شي كتيف من عيد كبير؟ باش لقى عندهم شي كتيف غادي نوريهم واحد الطريقه من اسهل ومن ألد ما يكون، خاص ليها الكتف والكمون.
فقط صافي فقط فاش نقول فقط فقط خاص طنجره الضغط نحطو فيها الكتف لا ما لا بصله لا ثومه لا حتى حاجه الكتف تنحطوه تندردرو فيه كميه مهمه ديال الثوم ما نديروهاش فوق 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 الطنجره باش ما يتحرقش لينا فوق اللحم نسدو عليه عافيه مهيله لمده ساعتين ونص غادي تحلوا الطنجره غادي تلقاو هذاك الكتف تيعوم في الدم ديالك تيطلق الدم ديالو كله الماء ديالو كامل مي زبده الزبده تهزوه هذيك الساعه بغيتو تخشوه فران باش يتحمر وعلي ما بغيتوش هكاك تيكون بحال بحال حوليد الفرح تيعطي ديك المذاق ديال لذيذ جدا انا كل عام هذه سندير الكتف بالكمون وطبعا كيف ما قلتي باش نحافظوا على المنافع ديال الكمون نزيدوا شي شويه في الاخر ثقوا بيا هذه وصفه شخصيه تنديرها كل عام تبارك الله عليك جديده بزاف من بعد تندير شويه ديال الخضر مسلوقه كروكون باش باش نرافق به اولا شويه ديال الرز اولا شويه اللي بغيتو تيجي لذيذ بزاف وتيقو بيا شويه الكمون مع الكتف وسدوا عليه في طنجره الضغط ما تخافوش ما تقولوش غادي يتحرق لي دم ديالو هو اللي تيطيبو الماء ديالو هو اللي تيطيبو لكن غير العافيه تكون مهيله بزاف لمده ساعتين ساعتين ونص بحال هكاك بالصحه وراحه ونتلاقاو غدا سنابيل عياشي مع حلقه اخرى من كل متمعن غنتكلموا على ما عرفتش واش فاكهه نبات غادي يوضح لنا سنابيل عياشي المهم غنتكلموا على النبق الا كنتو باقيين عاقلين عليه الى اللقاء كل متمعن يعود